ب 15 جنيه رغيف السمين ومعاه واحد حاجة ساقعة يا بيه، يعني هتدلع كرشك وتاكل أحلى طبق سمين. الصينية عندهم مليانة خير ربنا، من كفتة البومبار لطحال لسان لدرة لمخاصي. أموت أنا في المخاصي من كتر حبها وجعت لي راسي. وبعد كده بقى تاخدوا الطلب عنده ب 25 و30 و45، وعنده الدليفري للقاهرة والجيزة. الرغيف كده مدكك وكله كوم، والبومبار ده ضاني وعجباني، ريحته وطعمه عالمية. شوفوا بقى منظر الحاجة وهي مرصوصة، تقولوا كده في متحف أو في بازار بيعمل حاجة عالمية. دلع كرشك لما تروحوا قولوا متابع أكلة عدنان عشان تاخدوا واحد حاجة ساعة بالمجان من عند دلع كرشك اللي أكله جنان. الحاجة حلوة وجميلة ومكان مميز في المانيال على طول في الشارع الرئيسي. عنده الكمونية حكاية، والطحال واللسان والسجق والكفتة طعمهم جنان، وعنده كمان الفتة أموت أنا فيها، وكلكم والجمال والحلاوة الكبدة والبومبار والمخاصي وشربة الكوارع. بما انني بحب الفتة فحبيت اوريكم منظر الفتة عند دلع كرشك، شكلها لوحدها كده تفتح النفس، وبصراحة يا جمال ويا حلاوته. بسم الله. صباع الشروق دون عالمي. واحلى حاجة الايه؟ البومبار الضاني. يا جمال الضاني، وكل حاجة عجباني. طب قالك قد ايه بتدلع كرشك عنده؟ عنده داخل على سنتين. سنتين؟ سنتين. ايه الحاجة المميزة اللي انت حبيتها عنده؟ انه هو كريم، اكله نظيف وفي مدد الله. تمام. اخلاص، كل العمل بيكون باخلاص كل ما ربنا بيوسع. انت بتجيب من عنده سندوتش بكام؟ من 15 لفوق، 15 ل 20 25. ايه الحاجة اللي انت بتحبها عنده في السمين بتاعه؟ مفيش حاجة معينة، الا ما كله جميل. كله جميل. كله حلو. انا اكيل. بص كرش عمل ايه؟ بدلع كرشي ودماغي هي اللي مدلعاني. بالك يا ابو المراسي يا ما انت قاسي. أيوة. تعبت كرشي. أيوة. وخوات راسي. الله. بموت فيك وفي جمالك. أيوة. مددك من عنده واخلاصك ابو المراسي. السلام عليك. انت منين يا باشا؟ انا من اسيوط، اجدع ناس، وسواق تاكسي ويوميا عنده انا واصحابي ومع اتنين اصحاب، واحد صاحب سوبر ماركت في المهندسين، والتاني صاحب ايه كافي شعبي اسمه البيت الكبير، ربنا جمعية الناس، وبنجيله يوميا. انا اسمي سعودي بس انا مصري وصعيدي. ابو نور، ربنا يجعلك نور على نور. قال لك ابو المراسي دلعت كرشي وراسي. دقت؟ دقت. ايه المميز؟ ده طعم حلو. طعم الاكل حلو. دي اول مرة كمان. دي اول مرة ليك. اول مرة هنا. ايه المميز في الاكل في اللي انت اكلته عجبك؟ صح كله. كله. لو انا قلت لك قيم لي شوربه ضخمه، شوربه جامده. لو انا قلت لك قيم لي كم من 10 تديله كم من 10؟ والله اللي دوقته بره وده 9 من 10. 9 من 10. في حاجه مميزه تنصح الناس بيها تجربها؟ شوربه جامده. لما انا اقول لك شوربه ضخمه. اسمه حضرتك ايه؟ سين ابو طالب. مين؟ استاذ سين. شوربه اجدع ناس. خدنا الاول حاجه شوربه الكوارع، اخبارها ايه معاكم انتوا الاثنين؟ لا جميل. حلو. جميلة. انت شايفها طعمها مميز؟ 10 من 10. وانت يا باشا؟ 10 من 10 برضه. طيب نخش على البومبار كده. حطوا البومبار. يلا بسرعة بسرعة يا اولاد. ايوه. دوق البومبار. الوضع ايه بالنسبة لكم؟ طعمه حلو. كم من 10؟ 10 برضه. 8 من 10. ايه الاختلاف بينكم الاثنين؟ هي اذواق بقى. في حاجة سبايسي فيها؟ اي حاجة حلوة فيها؟ لا. لكن انت مديله تقييم كده 8 من 10. طب وانت تديله ليه 10 من 10 يا عمر؟ يعني طعمه مختلف عن اي ممبار باكله. طيب ده اختراع جديد. ماشي. اول مره اكله. اول مره تاكله؟ طب يلا. ها وضعه معاك ايه؟ ده جامده. جامده؟ جامده. طيب كمونيه عامله ايه معاك؟ لا جميله. حلوين. جميل. تقييمكم للمكان، انت تقييمك كم من 10 على المكان كله والاكل اللي موجود؟ لا 10 من 10 بصراحه. حسبه 10 من 10. عجبك؟ كويس. والناس هنا جميله، يجي يجربه. مختلف عن اي مكان تاني. عجبك؟ جميل. دلع كرشك يعني ايه؟ يعني دلع كرشك يعني كرشك ضعيف قوي، يعني هين
قرشك ولا تين قرشك. ايوه دلع قرشك واحد بس. الحاجه اللي بتقدموها للناس كله بلدي، كله بلدي، لحمه راس وفشه وطحال وممبار وعكاوي وكمونيه وكبده وكفته وممبار وسجق، كل حاجه عندنا بلدي. طيب الكرشه عندك انت بتصودها صح؟ كل حاجه. ايوه ميه سخنه وبتتنضف وبتتسلق وبتتقطع وبتنزل فوق طماطم وبصل و... ودي بتنزل هديه مع الطلب. يعني الكمونيه دي بتنزل هديه مع الطلب؟ بتنزل هديه مع الطلب. طيب بالنسبه للاسعار عندك كام وكام؟ الرغيف بيبدا مثلا 15 20 25 30، طلب 35 45 55، واللي معهوش فلوس بردك بياكل، وكله من عند الله. انت واخوك بس اللي شغالين هنا؟ لا احنا ثلاث اخوات، انا وسعيد ومحمود. تفتحوا من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 12 الظهر لغايه مثلا الساعه 2 3 بالليل. ايه الحاجه المميزه اللي كل الناس بتيجي بتقول انا هاخدها من عند دلع كرشك مش الاقيها في مكان تاني؟ هي اللقمه كلها على بعضها، الميكس، السندوتش او الطلب، الفشه والطحال ولحمه الراس والكبده والكفته والمخبوط، هي اللقمه كلها. اللقمه كلها بألف هنا وشفل. اللي بيجي ياكل، اللي بيجي ياكل مره بيجيبوا الاكل، بيجي مره واثنين وثلاثه، وبيجيبوا اصحابه وبيجيب حبايبه، بيتبسط من الاكل. طيب احنا ارخص طبق في مصر. طيب بالنسبه للسجق ده شغلك انت فرمك هو والكفته؟ السجق والكفته فرمتني. كله بلدي؟ كله بلدي، كله بيتفرم تحت ايدينا. طيب احنا اللي بنفرم السجق وبنفرم الكفته، واحنا اللي بنحضر الممبار وبنحشيه وبنعمل فيه كل حاجه. طب انت رحلتك الصبح بتجهز الحاجه من الساعه كام للساعه كام وبتبتدي تطلع ازاي؟ انا ببدا مثلا بخش المطبخ بتاعي من الساعه 10، ابدا اجهز حاجتي واسلق بضاعتي، وبعد كده بطلع بره بفرش وبشتغل من الساعه 12 الظهر. طيب بالنسبه لمواعيد العمل بتاعتك من 12 الظهر لغايه الساعه 3 الفجر؟ تمام. في عندك دليفري او اي حاجه؟ عندي دليفري توصيل، وعندي صفحه على الفيسبوك اسمها ايه؟ اسمها كنتاكا بالمراسي بالعربي، دي برضو عليها كل حاجه بقى. عليها كل، عليها المنيو وعليها الصفحه وعليها الدليفري وعليها كل حاجه. طيب انت عامل لكل متابعي اكله عدنان عرض ايه؟ عرض ازازه بيبس مع كل طلب. يعني لو واحد جالك خد طلب ب 15 جنيه تديله ازازه ساعه؟ هديله حاجه ساعه. و 25؟ 25 و20 ده لمده معينه. المده قد ايه؟ اسبوع. لمده اسبوع؟ لمده اسبوع. واسمك ايه؟ اسمي خالد. واخوك اسمه ايه؟ سعيد. اخوه الثالث؟ محمود. احلى سلامه يا باشا. دلع كرشك واحد بس، كنتك ابو المراسي للاكل اصول، ابو المراسي على طول، هين قرشك ولا تين كرشك، دلع كرشك واحد بس. شكرا يا باشا. حبيبي يا باشا.